قلنا انه التاهل ما يتحسم حتى المباراه الاخيره. كنا نتمنوا انه ننتصروا اليوم بس الظروف عاتنت المباراه، بس لازم نكونوا واقعيين. انا تنشوف كما تنقول تنشوف تنقول البروجي احنا 9 ايام، الطريقه اللي تنطلب اللاعب والطريقه هذا تنشوف في تحسن كبير للمباراه الاولى في 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 في, 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 في النظام في الملعب، وحتى الطريقه انه كما تنقولوا تحكمنا في المباراه اكثر. بس باش تكملها كما نقولوا باش تنتصر المباراه وتجيب نقاط لازم المساله الاخر في الملعب في 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 اخطاء تقنيه كثيره اللي خاصها تحيد. شوف دي فوا تنكون كاع سيربري هذا، الا نكونوا اكثر تركيز ويكون عندنا واحد الحس هجومي اكبر نظن انه ان شاء الله غادي يجيو النتائج. احنا عرفنا هذا الشيء، احنا اللائحه اللي عندنا دابا ماشي اللائحه فينال، هذا الشيء عرفناه. عندنا واحد اللائحه بالنسبه لي انا هذا واحد الفرصه ذهبيه باش نشوف الجروب اللي عندي، نشوف الخصائص فين كاين، نشوف شنو اللي هذا، ومن بعد لان هذا هو الهدف الاول انه بسرعه نمضي مع فريق الوداد باش نكون في هذا الكاس العرب. نشوف المجموعه، حنا تنحاولوا ما امكن لان حنا الفريق الوداد تنحاولوا نديروا نتائج، ولكن الهدف ديالنا الاول هو انه نقيم الفريق، نشوف شنو اللي محتاجين، ومن بعد ان شاء الله باش تكون المجموعه اقوى ان شاء الله. حنا غادي نديروا الاخر نفس المباراه الثالثه اصعب مباراه ها، ولكن اذا كان تحسن اكثر من المباراه الاولى والثانيه عندنا فرصه باش نتاهلوا. اما تنعاودها لان تنعاود طرج جمهور الوداد، الجمهور ديالو ورانا، وغادي نحاول ما يمكن نقدموا ليه اللي تشرفوا. هذه المساله واقعيه انه حنا المجموعه تنتيست انا كمدرب الان تنشوف هذا، ومن بعد الربح ديالي الاول هو انه تكون عندي الوضوح على المجموعه وشنو خاصنا فهذا باش نكونوا مستعدين للكؤوس ان شاء الله الكبرى. ولا جبنا لي شي حاجه معنا نتيجه مزيانه راه هذاك من فضل الله.